فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحكمة في قوله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة التي ذكرتموها وقلتم إنها السنة؟ الحكمة يراد بها الفهم، يراد بها الفهم ويراد بها السنة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لقمان ما هو بنبي، عبد صالح آتاه الله الحكمة، يعني الفهم في دين الله عز وجل والبصيرة. أما الرسول آتاه الله الحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة، يعني السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.